اسمها ارتبط بكل الأزمنة والأماكن، صوتها يفتتح صباحنا، فهي أسطورة فنية لا حدود لصوتها. إنها جارة القمر فيروز. فخلال الساعات الماضية احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد السيدة فيروز، واسمها الحقيقي نهاد حداد. أضاءت شمعتها 87، حيث نشر المغردون تغريدات وصوراً لتهنئتها، وأرفقوها بهاشتاج فيروز 87. أنتجت فيروز خلال مسيرتها الفنية مئات الأغاني، وشاركت في أفلام سينمائية وأعمال موسيقية متعددة. ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز أيضاً احتفلت بعيد ميلاد والدتها بطريقتها الخاصة، فقد نشرت مقطع فيديو لوالدتها من أرشيفها، وظهرت وهي تضيء شمعة وحيدة على كعكة ميلادها وتنظر إلى الكاميرا بابتسامة خجولة، بينما يظهر صوت ريما وهي تغني أغنية عيد الميلاد. لنشاهد هذا المقطع. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fairuz. Happy birthday to you. لا يسعنا إلا أن نتمنى للسيدة فيروز العمر المديد، وكل عام وصوتها يملأ حياتنا. قصصنا مشاهدينا مستمرة، ولكن نتابعها بعد الفاصل.